بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال. والانتعال هو لبس شيء في القدم يحميها من وطأة الأرض، يبقى أي شيء يلبس ليحمي القدم من وطأة الأرض يسمى نعل. نعل ده ممكن تسميه انت دلوقتي شبشب، صندل، جزمة، حذاء، كل دي في بند النعال. عايز تشوف النعال تروح لباتر، أنواع كثيرة. يبقى كل ما يغطي القدم ويحميها من وطأة الأرض يسمى نعل. والانتعال سنة، كما أن الحفاء سنة. الانتعال سنة والحفاء سنة. أحيانا كان النبي يسير حفيا بعض الخطوات صلى الله عليه وسلم، ولكن في غالب أحواله كان منتعلا صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 15 بعد 605,000، قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. يعني أقل درجة في الركوب أن تسير منتعلا، كأنك حميت قدمك من وطأة الأرض وما يؤذيك من الصخور والحجارة وغير ذلك، فده أقل درجة من الركوب. وده يدلك على أن الصحابة كانوا في حالة من قلة اليد، ذات اليد، وأنهم كانوا في حالة من الزهد، وليس كل واحد منهم يجد مركوبا يركبه. فالنبي قال: من لم يجد مركوبا فليلبس نعلا، فيعتبر راكبا طالما لابسا نعلا. باب: إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ومعلوم أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما كان فيه كمال وزينة يبدأ فيه باليمين، وكل ما كان فيه نقص يبدأ فيه باليسار أو بالشمال مطلقا. يعني حيقلم أظافره، فتقليم الأظافر زينة، يبقى يقلم يبدأ باليمين. هيتوضأ، الوضوء زينة، يقوم إيه يتيمن، يبدأ باليمين. يحلق رأسه في الحج، وحلاقة الحج عبادة كبيرة، يقوم يبدأ بالشق الأيمن. يمشط رأسه أو يرجله، وهذا نوع نظافة وزينة، يقوم يبدأ بالشق اليمين. يريد أن يأكل والأكل فيه نعمة، فيتناول الطعام باليمين ويأكله بيمينه صلى الله عليه وسلم. يريد أن يدخل المسجد، ودخول المسجد فيه كمال لأنه عبادة، فيدخل باليمين. إذا دخل بيته يدخل باليمين. وإذا ناول إنسان شيئا يناوله باليمين، وإذا أراد أن يتصدق يتصدق باليمين، وإذا أراد أن يصافح يصافح باليمين. فكل أمر فيه كمال وزينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في الأمور كلها، في تنعله وترجله وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. فالنعل، لبس النعل ده زينة وكمال، يبقى لما يريد أن ينتعل الإنسان يبدأ باليمين. طب عايز يخلع النعل يبدأ باليسار. يريد أن يلبس ثوبه يلبس الشق اليمين أول،
لأن الذي يريد أن يخلع ثوبه يخلع الشق اليسار أول، يريد أن يخرج من المسجد يخرج باليسار، يريد أن يدخل الخلاء يدخل باليسار، يريد أن يميت أذى من على جدار أو من على ثوب أو من فمه يستنثر باليسار. فالجهة اليسرى للأمور التي فيها نقص أو استقدار، والجهة اليمنى لما كان فيه كمال وزينة. فدي سنة مستقرة في إيه؟ في الأمور كلها، حتى في إيه؟ في الغسل وفي الوضوء وفي غير ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليح أو ليح ليخلعهما جميعا ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يعني ما يمشيش لابس فردة وحافي الفرد، لأن هذا نوع من المثلة ويصير أضحوكة بين الناس. والنبي يريد أن يكون الإنسان وقورا محترما ولا ينظر إليه بانتقاص، فإما تنعلهما جميعا أو تخلعهما جميعا تحفيهما جميعا. وأيضا يحب العدل بين الجوارح صلى الله عليه وسلم، لأن اليمنى دي جارحة واليسرى جارحة، فلا تكرم جارحة وتهين جارحة بل تعدل بينهم. فالنبي كان يحب العدل في الأمور كلها، لأنك مسؤول عن جسدك الذي جعله الله أمانة لك. وعن أبي قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم واللفظ لأبي كريم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيدي على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا أضل؟ سيدنا أبو هريرة لما أكثر الكلام على إبلاغ أحاديث النبي كثيرة، لأنه هو مكثر من إيه؟ من قوله قال رسول الله قال رسول الله، طول النهار قاعد يقول قال رسول الله، الصحابة كانت تخاف، يقللوا الكلام عن النبي مخافة إنه يبدل كلمة يغير كلمة. فلما أكثر سيدنا أبو هريرة ابتدت الناس تطلع عليه إشاعات، الظاهر بيكذب ده ولا بيألف ده ولا إيه؟ فهمت إزاي؟ فسيدنا أبو هريرة زعل، إزاي تقولوا عليا كده؟ هو أنا بقى أهديكم وأروح أنا في داهية؟ يعني أنا تتصوروا إن أنا أقول لكم حاجة تهتدوا بيها وأنا أضل، يعني أروح في داهية؟ أكذب على النبي؟ فضرب بيده على جبهته، يعني كده يا خبر اسود بتقولوا عليا كده؟ فاهم؟ ده دليل يعني الاعتراض الزائد. ولم يضرب على خده، لان اللطم حرام، اللطم حرام، نهى النبي عن لطم الخد، فضرب على جبهته. فهمت ازاي؟ مراعاة للسنه ايضا. فضرب بيدي على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. الشسع اللي هو رباط الحذاء، رباط الحذاء يسمى شسع، لما ينقطع رباط الحذاء ينخلع الحذاء من رجلك. فبيقول اذا ايه؟ اذا انقطع شسع احدكم فهتضطر تمشي حافي برجل ومنتعل برجل. فالرسول قال ايه؟ لا يمشي حتى يصلح، عشان ما يمشيش برجل حافيه ورجل ايه؟ منتعله. اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها. وعن ابي قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. ايه هي الصماء؟ الصماء اما يبقى في ثوب عامل زي الخيمه كده ما فيهوش اي جيب او فتحه تطلع ايدك منه، سموها صماء ليه؟ ما فيهاش اي فتحات. فنهى النبي عن اشتمال الصماء ليه بقى؟ لانك لو اردت مثلا تشرب هتطلع ايدك من تحت هتشرب تبان عورتك، ما ده اللي هيحصل. عايز تهرش كده يبقى رفعت كل الثوب بانت عورتك، على ما هرشت كده الناس كلها شافت عورتك. فهمت بقى؟ فالنبي نهى عن اشتمال الصماء من اجل، لان الصحابه ما كانش عندهم ثياب داخليه، كان لما يلبس ثوب تحتيه لحمه على طول، فلو اشتمل الصماء واراد ان يتناول شيء ارتفع الثوب عن عورته، فنهى النبي عن اشتمال الصماء سترا للعوره. وكذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد. يحتبي يعني ايه؟ يعني يرفع رجليه كده، يقعد القعده المشهوره دي وايه ويضم رجليه كده. لو لابس ثوب واحد ورفع رجله تبان عورته. فهمت برضه؟ نفس الحكايه. لكن احنا مثلا لابس انا بنطلون اهو، لما احتبي مفيش حاجه تظهر. لكن الصحابه ما كانش ايه؟ بعضهم قال لك لا تحتبي في ثوب واحد، يعني تبقى لابس ثوب ثاني تحتك، عشان لما ترفع رجلك كده وتقعد كده تبقى مستور العوره. يبقى ستر العوره مقصد من مقاصد الشرع الشريف. وعن ابي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. يبقى مبين اهو العلم، لان ده يؤدي الى كشف الفرج. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا انقطع شسع احدكم او من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. برضو ليه؟ لأنك لو نمت على ظهرك وحطيت رجل على رجل كده هتبان عورتك. لو انت مش لابس ثياب داخليه هتبان عورتك. فنفس المساله، يعني العله واحده. النبي مره دخلوا عليه المسجد، وكان مسجده بيته يفتح على مسجده، فكان نايم في المسجد بجوار حجراته الشريفه مستلقيا واضعا رجله على الاخرى بيستريح. فقالوا يبقى النهي هنا مش مجرد الاستلقاء، بل اذا امن الانسان كشف العورة له أن ينام على هذه الهيئة إذا أمن. يبقى النبي نام وكان آمنا من إيه؟ من ظهور عورته، لأنه كان يلبس أكثر من ثوب. فاهم؟ لكن ليس كل إنسان يجد ثوبين، وبالتالي يبقى النهي عن الاستلقاء على الظهر ويضع رجله على الأخرى من أجل أيضا إيه؟ ستر العورة. مقصد أيضا مهم. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. وعن ابي قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحاق اخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في ازار واحد، ولا تاكل بشمالك،
ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني بن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجلي على الأخرى. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. نكتب كده إذا أمن ستر العورة. إذا أمن ستر العورة. طب ولو كان منفردا؟ ولو كان منفردا لأن الله أحق أن يستحيى منه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يبقى النبي نهى عن الأمر وفعله. نقوم نشوف. أولا فعل النبي بعد النهي يدل على أن النهي هذا للكراهة وليس للتحريم. ثانيا ننظر علة الفعل، كيف الجمع بين الأمور اللي في ظاهرة تعارض، فوجدنا أن العلة في النهي هو ظهور العورة، فإن أمن ستر العورة أبيح له أن يفعل. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن التزعفر للرجال، وده سبق قبل كده تكلمنا عنه. والتزعفر للرجال إن هو يستعمل ما كان مخصوصا للنساء، لأن التزعفر كان من طيب النساء وكانت من الألوان المستحبة للنساء، فمن استعمله من الرجال يشبه أنه يتشبه بالنساء، فأي أمر فيه تشبه بالنساء حتى ما يجيبش القماش اللي هو معروف أنه قماش حريمي وبعدين يعملوا بعد كده قميص رجالي، ما يصحش. ما معروف ان القماش ده قماش حريمي، ازاي تلبس قميص رجالي وانت جاي من قماش حريمي؟ فاهم ليه؟ لانه فيه تشبه بالنساء. ان لم يجد غيره جاز له ذلك لستر عورته للصلاة، ان لم يجد غيره. ولكن لو وجد غيره ولم يقصد التشبه بالنساء ولبسه يبقى حرام من الصغائر، وإن لبسه من أجل التشبه بالنساء كان حرام من الكبائر. يبقى يختلف الحكم باختلاف الحال. يعني افرض أنت عايز تصلي في البيت ومراتك خدت كل هدومك بتغسلها وأنت نايم، قمت عايز تصلي أعمل إيه؟ مش لاقي إلا القميص بتاع مراتي، لك أن تلبسه وتصلي فيه بس في بيتك، مش تلبسه وتيجي بالجامع. فهمت بقى؟ عشان لضرورة ستر العورة للصلاة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، سواء يتزعفر يعني يضع على جسمه أو يلبس ثوب مزعفر، والثوب المزعفر اللي هو ايه؟ مسبوغ بالزعفران، يكون له رائحة طيبة. وكانت العادة في عصر النبي أن مثل هذه الثياب ثياب النساء، وعشان كده نهى النبي عن التشبه بالنساء، عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال.
ونقف على باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.